افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة صالة عرض سيارات كيا الجديدة التابعة لشركة بن هندي للسيارات بمنطقة العكر بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين سعادة السيد هاي كوان تشونغ. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أن الحكومة تثمن عطاءات القطاع الخاص ومبادرته ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، كما تعتبره شريكا رئيسا في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بكافة السبل على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجوة الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. وعلى هامش حفل الافتتاح جرى تدشين سيارات سبورتينغ 2023 الجديدة كليا في مملكة البحرين، وهي سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة لإطلاق سيارة كيا كارنتس المصممة للعائلات والتي تضاف إلى سلسلة السيارات التابعة لشركة كيا. هذا وتعد شركة بن هندي من الشركات البحرينية الرائدة في مجال السيارات، والتي قطعت شوطا طويلا منذ شراكتها مع سيارات كيا في عام 1989 حتى أصبحت الوكيل الأول لكيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تهانينا اليوم لشركة بن هندي للسيارات وكيا موتورز على افتتاح المعرض الجديد في مملكة البحرين. معرض متميز بمواصفات جديدة، مثل ما سمعنا من الكلمة الافتتاحية أنه هو أول معرض في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي بهذه المواصفات. نتمنى لهم المزيد من النجاح. شركة لها باع طويل في مجال السيارات ومستثمر كبير في الاقتصاد البحريني، نشجعهم ونشد على يدهم ونتمنى لهم إن شاء الله المزيد من النمو.